نحن الآن في أصيلة، في بحر أصيلة، وأريد أن أمتعكم بهذه المناظر الجميلة في أصيلة. صحيح أن الأمور تغيرت، أن أصيلة أصبحت نوعا ما يعني غالية بزاف، لأننا أنا من الناس اللي يعني مولفين كيجيو الأصيلة، ولكن هادشي ولا كتير، هادشي ولا كتير وباسل، هادشي ولا كتير وباسل، هادشي ولا كتير وباسل. البحر شوف، شوف البحر شحال شاسع، شوف 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 تبارك الله، شوف 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 تبارك الله، شوف حيدو 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 حيدو. أجمل شيء، أجمل شيء في هذا الشيء كامل هو أنك تستمتع بالعطلة في مكان جميل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, ما شاء الله.